إلى الغرب من مركز محافظة ريما تقع عزلة المصبح التابعة لمديرية كسمة. قرى متفرقة ناعسة في سفح الجبل، وحياة شاقة يجلدها الفقر والحرمان، لكنها تنبض رغم كل شيء. هنا تطل الصباحات لتمد الناس بضوء شفيف يضيء لهم صوابية الضفة التي يقفون عليها. يصعدون على الأقدام فتتحدث الأصوات اللاهثة عن بشر يقاومون الطبيعة لتجاوز حياتهم العاثرة، ووحدهم الضباب يظللهم باستمرار رغم تبدل الطقس والمواسم. فإحنا الأجلة هذه طويلة كبيرة جدا، يحتوي سكانها على حوالي 14,000 نسمة، فهي محرومة من عدة المشاريع، خاصة الصحة هذا ما فيش عندنا أي شيء. عندنا هذا المبنى هذا فقط هو يعني بإيجار، وحتى برا بيته. يتثاقل الشتاء هنا فيمر بطيئا كأنما يرابط برده بين عظام المنسيين في بلادهم المكتئبين داخل نزوات الطبيعة وضغط الحاجة. حتى الأطفال تهزل حظوظهم في تلقي تعليم لائق، وهم الذين لا يعرفون من الحياة الحديثة شيء، وحين ينتبهون لعدسات الكاميرا يشيحون بأنظارهم خجلين وذاهلين. مسافات طويلة يقطعها أبناء عزلة المصبح في منحدرات شاقة للوصول إلى الأسواق أو أماكن أعمالهم. قد لا تكون هذه الصورة الشاهدة الوحيدة على كارثية الوضع في هذه المنطقة، لكنها تكاد أن تختصر الطريق إلى قلب المأساة. لأن الآن المنطقة حقنا أصبحت موبوءة بالكوليرا. الكوليرا هذه أصبحت مرض يهدد الحياة، حياة البشر. مجرد يعني الماء الملوث، الخضروات الملوثة هذا تنتقل عبر طوالي. عندنا يعني التعليم والوعي عند أكثر الأمراض الوعي، ما يفهموش الكلام لما تقول لهم تفعل حجر صحي للمريض هذا لأنه بينه كوليرا، ممكن المرض هذا يعدي مرته أو زوجته أو عياله، ما يفهم. ما فيش حاجات يعني الذي نقدر نسعي في الوالد، يعني أي حاجة يعني هي حاجة بسيطة، بس إذا كان معنا جهاز ولا معنا فحوصات ولا شيء نقدر يعني من خلال الفحص الزلالي للبروتين، الفحص الزلالي للبروتين نشوف كم نسبة البروتين عنده، كم نسبة السكر. بعض يعني قد يرتفع السكر عنده متجداري، يحصل ارتعاش تحولها وضعفت عليك في الطريق، وهي حاجة بسيطة إنه يعني المحل مش موجودة وبعض الأجهزة مش موجودة، يعني مع الجهاز بينه يعني خيوط ومقصات جفتات يعني جات بسيطة. يتجاسرون لمساعدة بعضهم ويعجزون عن تأثيث مركز صحي يسعفهم من الموت قبل الوصول إلى مشافي المدن الرئيسية. فمنذ سنوات تبرع أحد الأهالي بتحويل منزله إلى وحدة صحية لخدمة سكان المنطقة، لكن هذه الوحدة لم تسعف أحدا وظلت تنتظر من يسعفها. احنا نروح للبيوت عشان المرضى ما فيش طريق سياره ولا في امكان يعني يبذوهم لعندنا ولا في حاجات عندنا، احنا نشيل الحاجات ونروح لعندهم للبيت، يعني بالذات نشيل من العيال من الجهاله، ما فيش عندنا اي حاجه نشيل من عندهم من العيادات من حقهم خاص ونروح. الان عاد هو اللي الحين هذا واحد يعني زميلنا الله يحفظه جاب لنا هذا التنتين الغرف. تقريبا يقولوا في الشهر للمركز هذا حوالي ما بين 60 إلى 70 مريض وأكثر. هذا متى؟ أيام الدنيا هذه، أما أيام المرض الوباء، أيام في أمراض وبائية منتشر خاصة الإسهالات ما يصل إلى 150 مريض في الشهر.
تنبئ الصورة في الداخل كيف تهالك هذا المنزل أو ما يعتبرونه مركزا صحيا بدائيا، وكيف تأكلت الأسرة وباتت الأجهزة شبه عاطلة. حالة اضطرارية قد حملت هذا الرجل ليكون الزائر إلى هذا المكان، وتنبئ حالته الصحية عن مضاعفة إصابته بالكوليرا، ما يعني حاجته لمحلول أو لقاح. من هنا جاء الإلهام لبرنامج حيث الإنسان لنسج خيوط الأمل بإعادة تأهيل وتأثيث هذه الوحدة الصحية لإعفاء الناس من العناء الاضطراري للوصول إلى مشافي المدن الرئيسية. 10 ساعات استغرقتها مدة وصولنا من صنعاء إلى عزلة المصبح، وهي مسافة تمر بطريق شاقة ووعرة. تدافع الأهالي لاستقبالنا كبارا وصغارا، وقلوبهم تنبض بالأمل. يحملون ما جدت به يد الإنسان ويتراشقون بالنظرات المشعة بالفرح. إنهم يؤثثون بعض أحلامهم التي ضمرت وهي تنتظر وصول الدولة أو حتى المنظمات الإنسانية. حسيت يعني ان في تهيئ لنا، ان في تعامل لنا، ان في دعم لنا، عندما توفرت الاشياء هذه والحمد لله. انتم وفرتوا لنا جهد كبير للمنظمه، وانتم ومن فعل الخير في اليوم هذا وفرتوا بعض الاثاثات يعني وصلت الى مستوى كبير وفعلت وخدمت بعض الناس، وما زال اليوم تخدم مستوى السرير كان احنا نراقب الامراض بالارض. هكذا أصبح جزء كبير من مشروع الوحدة الصحية منجزاً على الأرض، وهكذا تزهر الابتسامة في وجوه الصغار.